مش عايز اتفرع لمواضيع تانية، ولكن الخلاصة اللي احنا رصدنا بعض الفيديوهات المهمة جدا جدا، ودي هتبقى هنحاول نخليها فقرة يومية او بداية الاسبوع او نهاية الاسبوع، لكن من وجهة نظرنا اللي الكلام فيها بيبقى تجاوز، وفي منها الحاجات الكويسة، لكن ده الهدف منها. وانا وعدت حضراتكم وانتوا الرسائل اللي بتبعتوها سواء على صفحة شادي محمد كرة والجماهير، وانتوا اللي قلتوا لنا وبعت لنا رسائل كمل واحنا وراك وفي ظهرك والاهلي فوق الجميع. تعالوا نشوف اول فيديو معانا ايه عشان نرجع نعلق عليه. اتفضل. ريت سليمان واللقطة اللي كانت في نهاية اللقاء وتدخل عنيف جدا من هشام شحاتة مع نهاية المباراة عظيمة هيعرضها لنا، بس يجيب لنا اللقطة الأولانية بتاعت وليد سليمان. بص 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 اتفضل يا كابتن حسن اتفضل. بص وليد نفس وليد طالع لا وليد طالع يدي كوع بأذية هنا أمان. هنا تستحق فيها طبعا الحكم لو بيشوف هنا تستحق انذار او طرد. لا دي طرد لو الحكم شافها في القانون. مظبوط يا كابتن، دي في القانون مظبوط. فهو اللاعب هنا هو ده اللي عايز اعرف اللعيب 100 رقم كام؟ ثلاثة. هو شمس حسن، هو خلصوا من بعض، هو خلصوا من بعض، لان الكوره دي ما فيهاش احتكاك اللي هو طيب. انا بلعب على الكوره، بص هنا دي كابتن حسن. كابتن حسن خليني اشكر حضرتك حقيقه، لانه اللقطتين والربط ما بينهم وبين بعض يعني هو حاجه جميله. لا ده ما شفتش الاولانيه عشان كده اديت عذر شويه. احنا قاعدين هنا واحنا قاعدين هنا كابتن زكريا قلنا وليد، حتى انا قلت وليد مؤذي، يعني انا قلت وليد مؤذي ليه؟ لان هو طالع مش طالع على الكره وبيشيل كعانه، احنا بنقول انت تحط كعانك كده لما تكون طالع عشان تحمي نفسك. وليد سليمان مش مؤذي، وليد سليمان لاعب راجل بيحب يكسب ولابس فانيله النادي الاهلي. مش معنى اللي هو لعيب راجل وبيحب يكسب وبيتألق وبسم الله ما شاء الله اللي هو معناها اللي مش هو يبقى مؤذي، معناها اللي هو بيتحمل مسؤولية الفانيلا اللي لابسها اللي بتعرف البطولات ايه. طيب كلمة انا لي اعتراض على مدربنا الكبير المحترم الكابتن حسن شحاتة، اكيد لنقطة مهمة جدا. لا انا طالع احمي نفسي في اشتراك، وبدليل لو هعرض لحضراتكم اللعبة، أنا بكلمكم بخبرة مواقف كتير في الاتحاد الدولي، كان بيتعامل محاضرات والنادي الأهلي في اليابان، كان بيجي معاك واحد من الحكام الدوليين رئيس الحكام في الاتحاد الدولي ويقعد معاك ويشرح لك الألعاب دي بالذات. النهاردة في اللعبة دي انتوا عرضتوها والناس كلها اتكلمت، لكن هشرحها لكم بشكل مختلف. هو مين اللي عمل ارتقاء أعلى؟ وليد اللي عمل ارتقاء اعلى من قبل اللعب، فالتايمنج بتاعه كان اعلى، فلازم اطلع احمي. طب وليد لعب الكوره ولا لا؟ وليد لعب الكوره، فبالتالي انا طالع احمي لعبتي عشان انا في الجو اي لمسه ليا هفقد اتزاني. طب وليد عمل كده، فلو هو مركز اللي هو يضرب مش هيلعب الكوره بدماغه، دي امور بسيطه جدا. فين طيب ايه علاقه الاذى باللي انا بقوله؟ عيدوا اللعبة من تاني وشوفوا الحاجتين اللي أنا بقولهم. الارتقاء عالي جدا، ووليد طالع التايمنج بتاعه هو اللي صح، فبالتالي الجامب بتاع هشام شحاتة هو أقل منه، فوليد نط عالي. اللي تحت منه لما يجي يشترك هيبقى فين الاشتراك بتاعه؟ هيلعب كوع وليد مش هيلعب الكورة، لأن وليد خلاص الارتقاء بتاعه أعلى بكتير. أدي واحد. رقم اتنين، وليد بظهره هو مؤذي في إيه؟ بصوا يا جماعه اللي بقول لحضراتكم، وليد اخذ الجامب عينه مش على اللعيب خالص، هو فين لعب الكره وبيلعب ده. دي لعبه طبيعيه جدا جدا ما فيهاش اي، لو فيها هنقول وليد يتعاقب. بالمناسبه بيلف اطلع بقى عدها لي كده بسرعه. الارتقاء هنا فين؟ هشام لما ينط هيوصل فين؟ الارتقاء اعلى. كوع وليد لمس هشام، لمسه، لكن اللعيب ما طلعش حما بكوعه اللي هو وليد. خلاص وليد الارتقاء اعلى بكتير، فهنا اللعيب الجامب بتاعه هو ده اللي انا عايز اقول. مش اذى، ده مش اذى، ده لعب برجوله على الكوره، واللعبه ترتقي لفاول ممكن عشان حصل صدام ترتقي اللي هو ممكن ياخد انذار اصفر، لكن مش اللي انا عايز اقصده اللي هو مش متعمد ومش بندافع وخلاص.
مش بندافع وخلاص. لكن اللي انا عايز اقوله ايه علاقه الاذى؟ اذى ليه؟ هو احنا بنلعب عشان ناذي بعض ولا بنلعب عشان انا عايز اكسب؟ والنادي الاهلي ثقافته مختلفه وثقافه الاهلي غير، وهو ده الحقيقه. الراجل فيه في مكانه 6-7 وفي منافسه. لو انا مش هلعب واكسر الدنيا وابقى راجل ومتحمل مسؤوليه جماهيري والفانيلا اللي انا لابسها، لا خلاص اول المره الجايه ادخل اتدلع، ما تعملش جامب، ما تستخدمش ايديك اربطها والكره الثانيه بعدها على طول لعبه تبطل برضه. بس خلينا نقول الف سلامه للاثنين، لهشام شحاته لو هو في حاجه الراجل الف سلامه عليك، ولو وليد سليمان الف سلامه عليك، وان شاء الله انتوا الاثنين ترجعوا بالسلام. لكن كره القدم انا بحمل، انا مش عايز الحكام يزعلوا مني، كره القدم لعبه رجاله، لعبه كره مشتركه قويه، لعبه انتوا الحكام سنين طويله بالدلع. اتفرجوا على الدوري الانجليزي كوره مشتركه، مش اي حاجه تتحسب، ومش كل شويه توقف الماتش، وحاجات كتير جدا جدا جدا. اتذكر موقف جه في دماغي دلوقتي، مباراه الاسيوطي اللي اتصاب فيها عمرو جمال، وليد سليمان في الباك ليفت دخل فيه بطلوا كوره. ما شفتش واحد قال بيأذي وليد سليمان كان هيبطلوا كوره، ما شفتش واحد في مصر، ما شفتش واحد في مصر قال الجمله دي. هو الامور بقت عجيبه في الاعلام. الاهلي اطحن وفرم والباقي كله محدش شايف. الاهلي ماشي كويس، الاهلي كسبان يعني ماشي كويس في الدوري العام ومكمل في بطوله افريقيا وبيطلعوا فيه القطط الفطسانه. وفي انديه ما بتاخدش حاجه، الناس خايفه، الناس مرعوشه، الناس مرعوبه، بيخافوا يتكلموا. اقول لكم على حاجه كمان بعيد عن الموضوع ولا بقى، النادي الاهلي تحس اللي هو في مصر هو اللي عنده انتخابات ومفيش منافسين في اي انديه تانية. هنتكلم بعد شويه بس هي دي الحقيقه. فمن هنا وليد سليمان لاعب راجل مش مؤذي، هي دي الخلاصه. ف اما تطلع من طبعا انا كابتن حسن شحاته بحبه جدا وشخصيه محترمه جدا جدا وصاحب فضل عليا انا شخصيا، خصوصا في 2008 في كاس الامم الافريقيه في غانا، واحده من اهم البطولات في تاريخ مصر والفرصه الحقيقيه في تاريخ الواحد اخذها مع المدرب المحترم. لكن بنتناقش، الكبير بيبقى ليه احترامه اكيد، لكن وجهات النظر ممكن نختلف ممكن نتفق، لكن سيظل الاحترام موجود. عشان كده دور مهم في الاعلام، هيأذي زميله ليه؟ وجماهير الاتحاد تبقى غضبانه وجماهير الاهلي مش عارف ايه تأذي تبقى. فما بتطلع من نجم كبير زي كابتن حسن شحاته بتبقى تقيله شويتين.